اهلا وسهلا بيكم متابعين كورس الميديكال ترمينولوجي. النهارده هنتكلم على الميديكال تيرمز الخاصه بالميل ريبرودكتيف سيستم. هنبدا زي ما احنا متعودين، هنتفق على مجموعه من الاشهر الروتس اللي هتقابلنا كميديكال تيرمز في الميل ريبرودكتيف سيستم، وهناخد طبعا معاني الروتس دي واكزامبلز عليها ونفهم معناها. نبدا باول روت الاندر او الاندرو، ده مقصود بيه المان او الخاصيه الذكوريه، والاكزامبل اللي عليه اندروجينز. اندروجينز مقصود بيها الميل سكس هرمونز او الهرمونات الذكريه او المسؤوله عن الصفات الذكوريه. طيب تاني روت هو تست او تستو، وده بيبرتين للتستس او الخاصيه او الخاصيتين، والاكزامبل اللي عليه تستوباثي. طبعا تستو زي ما احنا سائلين بيرفير للتستس، وباثي يعني ديزيز وخدناها قبل كده كتير. يبقى المصطلح كله على بعضه بمعنى ديزيز اوف ذا تستس. طيب تالت روت بيرفير برضو للتستس اللي هي الاوركو او الاوركيدو. اوركو او اوركيد الاثنين بيريفير للخاصيه او الخاصيتين يعني. تعالوا ناخد اكزامبل. اول اكزامبل على الروت الاورك، اسمه اوركايتس، مصطلح اسمه اوركايتس بمعنى انفلاميشن اوف ذا تستس، يعني التهاب في الخاصيه او في الخصيتين. والاكزامبل على الروت الثاني اللي برضو معنى تستس اللي هو اوركيد، هناخد اكزامبل اسمه كريبتو اورشيدزم. ده بمعنى condition of one or more undescended testicles، يعني بيسموها بالعربي الخصيه الخفيه او الخصيه المعلقه، بمعنى انه احيانا بيكتشفوا ان في اطفال مش باين عندهم شكل الخصيتين بشكل طبيعي، وبيكتشفوا ان الخصية التانية اللي شكلها مختفي دي هي موجودة فعلا، ولكن ما نزلتش بصورة طبيعية في الوعاء بتاعها او بتاع اللي هو الوعاء الخاص بالخصيتين. المصطلح اللي بعد كده هو او الروت اللي بعد كده هو سبرم وسبرم او سبرماتو، الاثنين بمعنى سيمن او بمعنى سبرماتوزوا. السيمن هو السائل المنوي، والسبرماتوزوا هي الحيوانات المنوية اللي موجودة في السائل المنوي. ولكن سواء سبرم او سبرماتو الاثنين بيرفير للسيمن، لكن السبرما ممكن كمان بالإضافة إنها بتدل على السيمن ممكن كمان تدل على السبرماتوزوا نفسها اللي هي الحيوانات المنوية نفسها. طيب تعال ناخد إكزامبل لما نيجي نقول أزو سبرميا. أزو سبرميا ده condition characterized by semen without leaving spermatozoa، بمعنى إنه هذا الشخص عنده السائل المنوي يحتوي على سبرماتوزوا او بيحتوي على حيوانات منوية ولكنها ميتة غير حية. بنسمي الحالة المرضية دي ازوسبرميا. طيب تعالوا ناخد اكزامبل على الروت اللي بعد كده اللي هو سبرماتو. سبرماتو احنا اتفقنا هو بيريفير للسيمن يعني السائل المنوي نفسه، والاكزامبل اللي عليه سهل جدا وعدى علينا قبل كده سبرماتو ريا. احنا خدنا ريا دي قبل كده وعرفنا انها اكسسيف ديشارج او اكسسيف فلو، فسبرماتو ريا يعني اكسسيف ديشارج اوف سيمن. الروت اللي بعد كده هو فاز او فازو، وده بيريفير للفاز ديفرنس اللي هو القناة اللي بتقوم بنقل السائل المنوي من الخصيتين للخارج بحيث ان هي يحصل لها يعني ejaculation.
فالفاز ديفرنس الروت بتاعه هو فاز او فازو. تعالوا ناخد اكزامبل عليه، هو فازيكتومي. فازيكتومي انا عامله الفاز اهي ببولد، واكتومي احنا خدناها قبل كده كتير وهي ريموفل يعني استئصال. يبقى فازيكتومي يعني ريموفل اوف ا سيجمنت اوف ذا فاز ديفرنس تو برودوس ستيريليتي، بيتم استئصال جزء من هذه القناه بحيث ان هي تؤدي للعقم، لانه بالتالي هي مش تقدر تقوم بوظيفتها بنقل السائل، وبالتالي هيحصل عقم، يعني هذا الشخص هيبقى عقيم. طيب بروستيت، بروستيت دي طبعا هي غدة البروستاتا، والاكزامبل اللي عليها بروستاتو دينيا، وده برضو ممكن يكون عدى علينا قبل كده، احنا خدنا دينيا قبل كده يعني بين، يبقى بروستاتو دينيا يعني بين in the prostate، ألم في هذه الغدة. طيب أسك أو أسكيو يعني سكروتم. سكروتم اللي هو وعاء الخصيتين أو الغلاف اللي المفروض بيبقى موجود جواه الخصيتين. والإكزامبل اللي عندنا أسكيوما. أسكيوما احنا خدنا برضو أوما قبل كده، واتفقنا انه المقطع ده بيدل على وجود تيومر أو ورم، فأسكيوما يعني موجود تيومر في السكروتوم او تيومر اوف ذا سكروتوم. فال او فالو بيريفير للبينس او القضيب، والاكزامبل اللي عليه فالوتومي يعني انسجن ان ذا بينس. احنا اتفقنا انسجن او اوتومي يعني قطع جراحي، يعني حصل انسجن بسبب عملية ما in the penis.